هنعمل لكم بقى تاني حاجه دلوقتي إيه الجندوفلي. هنعمل بقى الجندوفلي. اوكي نزلوا لنا مقادير الجندوفلي. جندوفلي من الحاجات اللي انا بحبها قوي. اتفضلي. كيلو جندوفلي، عصير ليمون، كوب كزبره خضراء، ثوم مخرط، شطه، كمون وملح. اوكي كل الحاجات هنحطها كده في ميه مغليه. كده اهو ونسيبها. حطينا ايه بقى؟ انا حاطه هنا شريحتين ليمون والكرفس اسمها بقدونس، كزبره. لا ده لسه ده لسه. اوكي ادي الثوم والكمون والشطه. ادي الشطه. اوكي ونسيبهم يغلوا مع بعض. ونحط ملح وفلفل. ملح وفلفل. اوكي وكل ده بقى نسيبه يغلي. ايوه اوكي وبعد كده يغلي او يعني شويه لغايه لما الريحه كلها تطلع والحاجات دي كلها تدبل جوه. وبعد ما تدبل نحط الجندوفلي. نحط الجندوفلي. طب احنا ممكن بقى نحطه دلوقتي؟ طيب والمفروض انها غليت يعني هنروح طافين عليها. مش هنحطها على النار. يعني ما نحطش الجندوفلي وهي بتغلي. لا يعني المفروض كل ده نسيبه مثلا 10 دقائق. ايوه نسيبه بتاع 10 دقائق لغايه لما بعد كده نروح طافين النار. ايوه ونروح حاطين الجندوفلي المغسول. اوكي اهو بيقعد قد ايه بقى؟ هو لغايه لما نحس ان هو فتح كده المفروض نغطيه او كده بس مش مشكله. الكوكا بتاعته بص هو هيفتح كله. اوكي اول ما يفتح كده بس بنسيبه شويه في الميه عشان ياخد الطعم وياخد الريحه. اوكي بس طيب.